أحسن الله إليكم. هذا السائل أرسل للبرنامج بسؤال يقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح حفظه الله أن يتحدثوا عن الرقية الشرعية الصحيحة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث كثر في زماننا هذا من يمتهنون هذه الرقية بغير علم ولا صواب. يمتهنونها يعني يتخذونها مهنة. نعم نعم، القرآن كله فيه شفاء لله الحمد، شفاء للأمراض البدنية وشفاء للأمراض القلبية، كله شفاء، ولكن هناك سور وآيات يكون الرقية بها أرجى للقبول والشفاء. الفاتحة أهم شيء، الفاتحة إنها رقية كما في الحديث، وجاء تسميتها بالرقية الفاتحة، ويقرأ معها السور الثلاث: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وإن قرأ غير هذه زاد يعني على ذلك، زاد على ذلك من القرآن: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فإن ذلك حسن. نعم.